الحمد لله رب العالمين. اخي شفتوا باللي اليوم الحمد لله ان كره القدم هي فعاليه، واليوم كانت الفعاليه العكس بالمباراه الاولى وين ما كانش عندنا الفعاليه، الشيء اللي خلانا تلقينا هدف ونهارنا، وكانوا يعني انتقادات كبيره ان الفريق نهار بدنيا تكتيكيا ونفسيا. اليوم راكم شفتوا الفريق ب 10 لاعبين طيله 20 دقيقه والحمد لله ما تلقى حتى هدف وسجل 3 اهداف. نظن باللي عندما تكون الفعاليه ويكونوا اهداف، الثقة في النفس عند اللاعبين هي اللي تخليهم يكملوا المباراة بأكثر ثقة في النفس، بأكثر يعني عزيمة، بأكثر إرادة. على العموم عامل كبير مازال ينتظرنا إن شاء الله. اليوم خلصنا المباراة الثانية، مازال المباراة الثالثة، إن شاء الله نلعبوا بقوة المباراة الثالثة وفي الأخير نخدم حوصلة، وإن شاء الله يعني في المستقبل الفريق راح يكون أحسن في البطولة وخاصة في كأس العرش إن شاء الله.